مرحبا، أنا اسمي سلوى، يقولوا لي أم عامر، مواليد 65، عندي 5 أولاد، ولدين وثلاث بنات. هو نحن بلشنا زراعة عنا على السطح قبل، عنا هواية الزراعة وبنزرع كنا إنه نستفيد نحن. وبعدين صاروا يقولوا إنه في مشروع والله ناشط ومنيح، قدمنا عليه. وطبعا لما اجوا شافوا ابو عامر انه كان عنده زراعه ومهتمين بالزراعه، حطوا لنا هالخيمه، وطبعا صرنا يعني نزرع فيها ونستفيد كثير. يعني انا مثل شغله الحار الفليفله، انا مونت مونه بيتي كلها منها، يعني بدل ما اروح اشتريها، ما هذا توفير علي انا، قمت مونت البيت كله منها انا هذه الشغله. وشغلات كتيرة يعني مثل حسب المواسم، الخيار، البندورة، الباذنجان، كله مستفيد منه. وطبعا شيء طبيعي لما بتزرع بالبيت، شيء طبيعي من غير كيماوي ولا أدوية ولا شيء، فشغلات مفيدة لإلنا لجسمنا، أحسن ما نشتريها من برا ومنه منوفر حالنا. بالنسبة للخيام، لما ناشط ركبت الخيام للعائلات، فطبعا بصير في علاقة اجتماعية بين النسوان، بصير نتحدث عن الزراعة، كيف الزراعة ناجحة، كيف بدنا نظبط فيها، كيف بدنا نهتم لها، كيف سقيتها، كيف الزراعة كتير منيحة. يعني شغلة بإنه النسوان بتهتم بالزراعة، فرصة عمل لإلها. إذا في إمكانية، هي بالنسبة للبيت في توفير لإلها للبيت، بتوفر يعني مثل الخضرة، أي إشي بتزرعه بيوفر. وإذا في إمكانية زاد لإلك إنك تستفيد منه لقدام، مثلا تبيعه هيك إنه إفادة منتوج للبيت، مش غلط. وبعدين عمل علاقة اجتماعية بين النسوان اللي عندهم خيم وبزرعوا، صار في علاقات زيارات بيناتنا، حديث عن الزراعة، عن تعقيم الزراعة كيف منعقم، يعني شغلة مفيدة وفيها حركة ونشاط، وتلاقي الزراعة الخضار قدامك نفسيا بتكون مرتاح. النظر تاع الخضرة، القعدة، نفسيا بتكون مرتاح هيك، وانت بتكون مبسوط انك بتزرع وبتنتج وبتاكل الثمر اللي بتزرعه انت، من غير كيماوي ولا سموم، وشغلات طبيعية جدا. وأنا بصراحة بشجع هذا المشروع كمان، إنه لأنه بيساعد عيال كثيرة، خاصة عنا بالمخيمات هون، يعني أوضاع العالم ما كلها قد كويسة. وإذا المرة بتزرع ببيتها وبتحصد وبتلاقي ثمر، إنه بضل توفر على حالها، وشغلة منيحة.